ارزقنا احرزنا حرزنا حبرنا هو المجد للعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين، أما بعد، حي الله الجميع. معي هنا في معهد الحرز القارئ الحافظ عمو عمار، إن شاء الله جزاه الله كل خير، وهو من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وقد قرأ علينا قراءة ابن كثير رضي الله عنه، وكذلك قراءة عاصم رضي الله عنه. فالامتحان في جزء عمه الآن. We have, عمو عمار one of the حفاظ of the Muslim Ummah. ولله الحمد والمنة. He will recite قراءة عبد الله بن كثير المكي and some places that we will examine them in قراءة of Imam عاصم رحمهم الله. نعم، فاقرأ قول الله تبارك وتعالى أو اقرأ سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. The dream of نجعل, that dream would smoke القلم. ألم نجأ ماشي وجعلنا النهار تفخيم وجعلنا سرا تفخيم وسيرت الجبال فكانت سرابا رب السماوات والأرض وما بينهما. قرأت قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما, كيف يقرأ حفص؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بارك الله فيك. والدليل؟ وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كمله. وقرأت قول الله تعالى ذلك اليوم الحق ذلك اللام أو اللام ساكنة ذلك ال so when we let it slide it will sound ذلك لي like ذلك اليوم الحق ذلك ال so that the سكون can remain. اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة البلد ألم نجعل له عينين برواية شعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة. بارك الله فيك. قرأت وما أدريك. What is the proof for أدريك؟ شفى صادقا حاميما مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا. بارك الله فيك. شفى صادقا حاميما مختار صحبة وبصر وهم أدرى. So Shu'ba is of those who recite Adaraka Adarika. Jazakallah khair. Qara' bismi rabbika alladhi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرئه استغنى إن إلى ربك الرجعى. حسبك بارك الله فيك. اقرأ سورة الهمزة برواية شعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. أحسن الله إليك. في عمد ممددة، الدليل من الشاطبية لقراءتك عمد ممددة. وصحبة الضمين في عمد وعو. وصحبة الضمين في عمد وعو لإيلاف بالياء غير شاميه امتلا. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك عمارة لهذا الدين وأن يجعلك قدوة للسائرين، اللهم آمين. ما شاء الله، بارك الله فيكم. That was fantastic. You know, that was fantastic. And I hope and pray that this will be scaled for you and your parents in the Mizan. Mm-hmm. And as well as Adib, he and his parents also in the Mizan. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep you strong upon the Millah, and mm-hmm. for this Quran to be Shafi'i for you and your parents. So be mindful of the places that we mentioned. Other than that, Bismillah, mashallah, we keep you in prayer. Mashi, Jazakallah khair. Jazakallah khair, Shaykh. Wa iyyakum, hayyakum Allah. Tamam.